انا معاكم. طيب تمام. الرساله دي انا مش عارفه هل موافقين عليها ولا لا. في مسلسل ابو عمر المصري، يعني الفتاه اللي بيحبها البطل احمد عز المفروض انها بتخون جوزها وبتعمل علاقة غير شرعية مع شخص آخر، ويعني أثمرت هذه العلاقة عن حمل، يعني هي حامل، المفروض إن هي توفيت وزوجها قبل ما تتوفى ما كانش راضي يطلقها علشان كان بيحبها، وضمنيا هو موافق على هذه العلاقة التي أثمرت جنين في بطنها، ومفيش حالة نفور لا من الست ولا من البطل، لا من أحمد عز ولا من البطلة. فيعني الرسالة دي شايفينها إزاي؟ أستاذ طارق اتفضل. يعني يا راجل ما نحكمش الدراما دي رسالة درامية من الخيال، ما نحكمش عليها أحكامنا. مش في المجتمع قواد ولا مفيش قواد؟ في تمام. في مرتشي ولا مفيش؟ في شاذ ولا مفيش؟ في برضه كويس؟ احنا مش معنى انك بتقدمي شخصية منحرفة انك بتستقبل. ما هي المشكلة انها مش ظاهرة منحرفة يا استاذ طارق، ما هي الرسالة انها مش ظاهرة منحرفة، في حالة رضا وتقبل للوضع. هي متقبلة، يعني عايز اقول هو فكرك التفاح ده بعد ما بيقتل ما بينامش قرير العين، ينام قرير العين، هو عنده منطقه كويس، عنده منطقه الخاص اللي بيجعله يمارس المهنة او القواد، ويعتبر نفسه بيقدم للدنيا خدمة عظيمة، وبقى المخدرات نفس الحساب. احنا ما نسقطش احكامنا على شخصيات الحكمة اخلاقيا، وإلا مش هنعمل دراما خالص. لو انه هو ده اصبح الترمومتر اللي بيحركنا، فاحنا هنخبط في الحيطة بعد كده، مش هنعمل حاجة. في شيء موجود انا بشوفه، انه بدأ بعض اصوات تحاكم الفن بالاخر، لا المباشرة هتلاقي كل اغاني ام كلثوم لما وقفت الابله اللي كانت عند الوف اللي على خد الورد يوسف ياخدها بجالي الواحده الوف دي، لما طبعي عليها معاييرنا الاخلاقيه هل تسمحي بيها؟ هتقولي ابدا. طب ازاي ياخدها بجالي الواحده الوف وهو مش متجوزها مثلا؟ يعني طيب يعني حضرتك فعلا دي نقطة مهمة، يعني لو الأغنية دي دلوقتي كان ممكن ترفض مجتمعيا ومن الأجهزة، ليه تم قبولها في زمان ورفضها دلوقتي؟ لا انا رايي ان احنا بقينا الفتره الاخيره بنسقط احكام اخلاقيه مباشره على خيال لا يجوز فيه الحكم الاخلاقي، لكن الحكم الفني، فالناس تقبلت. وكان هنا اثنين فوازير، الشيخ زكريا احمد وجانا مكنسي وام كلثوم، كنا في الثلاثينيات، هي يعني تكلمنا على 80 سنه 90 سنه تمام، وتقبلها المجتمع. عبد الوهاب قال فيك 10 كوتشينه في البلكونه، واعد لي 10 لما برهان. 10 ايه برهان؟ يعني بنلعب قمار مش كده؟ ورغم ذلك الناس تقبلت انها نكته قفشه وخلصت. احنا لازم بعدين هذه الرحابه اللي كان ابائنا واجدادنا، يعني دي حضرتك شايفها رحابه مش قله ادب؟ لا ما مش قله ادب، هو مين قال ان غنوة الفوازير غنوة قله الادب؟ تمام. هنا مش قلة الأدب، هي غنوة فيها مداعبة لكن مش قلة أدب. تمام، اشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق الشناوي الناقد الفني الكبير. استاذ محمد عدلي نفس السؤال، بس انا يعني ايه عايزه اكرر مره ثانيه ان الرساله غير مباشره، ان تم تصوير هذا الموقف بشكل مرحب به، ما كانش فيه اي نفور من المشاهد او من يعني ابطال هذه الرساله او هذا الموقف. استاذ محمد. تمام. انا شايف ان محدد اي عمل فني بالقطعه، يعني ان انا اتفرج على مشهد او اتفرج على حلقه واقول حكمي عن العمل ده ان هو مثلا